السلام عليكم متابعين قناة جيم دوز. طبعا الفيديو هذا مسوينه كذا على طريقة انه فلوج، وهذا انه ناخذ رايكم، يعني اذا هذه الاشياء تعجبكم سير نكثر منها كمان. فكلنا نعرف انه في تي جي اكسبو هذا الويكند. تي جي اكسبو كالعادة دائما يسوون فيه حركات حلوة، يجيبون منتجات جديدة، عندكم فرصة انكم تجربونها، وفيها مسابقات واشياء. على فكرة انا قد كنت جزء من الفريق تبع ترو جيمنج، كنت ساعدتهم في اول تنظيم لتي جي اكسبو، انكرفت عشان كذا بعدين طلعت. اقول على كذا الحين طلعت بس تدري لو سمعتني ولا لا. فعندي هنا محمد بسالي، عندنا عصام من سوني، اهلا وسهلا. كيف الحال يا بار؟ فطبعا الشباب هنا هم المسؤولين اكيد يعني عن كل شيء. والله الشباب قاعدين يشتغلون من الصباح عشان يجهزون لكم الخوذه بلاي ستيشن في ار عشان كلكم تجربونها ان شاء الله في تي بي. بس عشانكم انتم، بس شفت كيف؟ مو عشان هذول الاثنين، لا عشانكم انتم. يس عشانكم احنا بس جايين هنا لقافه. باقي كم، 4-5 شهور علشان تنزل؟ اكتوبر ان شاء الله. في اكتوبر راح تنزل، يعني باقي 5 شهور تقدرون تجربونها الحين عشان لما تيجي اكتوبر تعرفون تشترون واحد ولا لا حصريا في تي جي اكس. يس يس، تجون تجربونها ان شاء الله. وانت احمد بتجي؟ بتكون موجود ان شاء الله؟ اي لازم بكون موجود اكيد. يس ووريهم الفي ار، وريهم عشان صدقونا موجوده في السعوديه. طيب نوريكم الفي ار. ايوه الحين تبدا القمطه، اصبر شوي انت. السلام عليكم. انا بسلم بابا. ايوه امشي هنا. ترى ما خفت. اصبر اصبر انت تدخل البيت. شوف الجلسه انت، هذا تريننج بس. بالله ايش رايك بيوسف؟ والله خل عنك. والله جو. يعني تشوف المفروض الناس كلهم يجون تي جي اكسبو ويجربونها؟ ضروري، خاصه انها مريحه للنظارات. شيء جميل. واللي ما يجي تي جي اكسبو شو نقول له؟ لا بيجون صدقني. والله دايما بيجون. اليوم صار متى؟ يوم الخميس. هلا والله. انت ايش رايك في الفي ار؟ والله رهيبه. لا دخلك جو كانك انت فعلا هناك يعني. والله وش جربت بالضبط؟ جربت لعبه اسمها انتل دون زي القطار، تخرع جنك وحوش كذا تطلق عليهم. وانت خاب نوح لازم اقول نفس الشيء. شفت يعني والله قمط، والله قمط ما امزح، قمط تخوف فعلا، تخوف كانت. لا جد كانت تخوف. تحس دخلت جو اكثر من مثلا نظام مسرح منزلي وما عارف ايش. اي لانك مسرح منزلي انت بس جالس بمكانك والشاشه قدامك مستطيله وسماعات، ما دخلك جو. هذه تحس انك لما طالع ورا فعلا واحد وراك قاعد يمشي لحق. طيب تحس الكلام جالسين يقول هذا يكفي ولا يفترض ان الشباب يحضرون تي جي اكسبو ويجربون؟ لا لازم تحضر، ما في امل تفهمه بالكلام. حتى لو في شاشه تشوفها الحين ما في، لازم تلبسها تخش العالم وتجربه نفسك. يوسف كيف تسويق حق على كل جمله والثانيه؟ لا لازم تحضرون صح. لا ما شاء الله عليك. يجي مني. طبعا انتم شفتوا الفيديو اللي هو حق تجربه الفي ار وكذا، لكن برضه اكيد في كثير منكم يبغون يعرفون وش تي جي اكسبو. فمحمد اللي هو مؤسس تي جي اكسبو، موقع ترو جيمنج كمان، موقع الكتروني، اول نسخه من تي جي اكسبو في 2011 قبل 5 سنوات انا واحمد اشتغلنا عليها. يس. فعموما المعرض يعني بيكون فيه اشياء كثير رهيبه غير حضور الجيمرز كلهم من المكان. راح يكون في مهرجان امسك وسولف براحتك. خلاص بتروح؟ لا بكون معك بس كذا باخذ راحتك. اوكي بيكون في ان شاء الله معرض محط تصوير يعني. اوكي كذا كويس. بيكون في ان شاء الله مهرجان العاب القتال. حلو. كل العاب القتال الرهيبه اللي الناس يحبونها بتكون موجوده هناك، يقدرون يشاركون اكثر من لعبه مو بس سوبر سماش، ستريت فايتر، جلتي جير، تكن، ايش بعد؟ ناروتو. في ناس كثير طلبوا بطولة ناروتو، التسجيل عليها غير طبيعي. أوكي. فلها شعبية كبيرة. ناروتو بتكون في مهرجان العاب القتال. حلو. ايضا في العاب قابلة للتجربة غير البلاي ستيشن في ار، في العاب ثانية منهم يعني اغلبهم العاب ما نزلت في السوق على البلاي ستيشن بتكون موجودة. في بطولة هيرثستون لعبة البطاقات بتكون في قسم شركة تشبيه وجرير، هذه ما قد صارت بطولة بعد من قبل. بنسويها في تي جي اكسبو. في بطولة مسابقة الكوست بلاي انت تعرفها. اي هذه عاد كسرنا. هذا بتكون شيء رهيب ان شاء الله اليوم الاخير. بيكون فهد مشارك بعد. يس يكون موجود، طبعا ما بيفوز بس بي أيوة. مشاركه شرفيه لانه من المنظمين. وايضا اللي هو حفل الجوائز. هذا اللي انا اقول ما حد مفروض يفوته ابدا. يعني يمديك تحضر تستانس في الحفل، الحفل غير طبيعي اللي حضروه السنه اللي فاتت. اسالوهم
ما حد حضر وتحسف كلهم بيحضروا المره الثانيه. حط لهم رابط السنه اللي فاتت. حط لهم رابط خليهم يشوفون حفل السنه الماضيه كيف كان رهيب وكان حماسي. السنه دي بيكون اروع وبيكون في جوائز للحضور كثيره من شركات كثيره. فهذا شيء برضو يخليهم مفروض ما يفوتون تي جي اكسبو. وانت ادري احمد بالموضوع. اسلم احمد مره ثانيه الكاميرا. طيب فشباب لازم نشوفكم هناك. يعني اقل نصير نسولف هناك ونشوف بعض ونشوف كذا يعني الاكتيفيتي هذه اللي انت قلت انا محمد يعني ما تصير كل يوم يعني عندنا yes. فلازم ما نفوتها. كل تفاصيل حسابات تي جي اكس بوكس موجوده تحت الموقع. كل شيء بعد بطوله بروفيشن سكر الفايز بيتاهل للنهائي العالمي والنهائي العالمي بينصرف في نهائي دوري ابطال اوروبا. يعني دوري ابطال اوروبا النهائي الملعب اللي بيلعب فيه في ميلان في ايطاليا إيه؟ بتكون انت تلعب الممثل السعودي اللي بيفوز بيكون يلعب داخل الملعب okay. وقت المباراه النهائيه قبلها بشوي okay. ضد الثانيين عشان نشوف مين بطل ابطال اوروبا الالكتروني. اوكي هذا شيء رهيب عاد كذا خلاص لا توتنها من جد يعني صار الوضع ما التذاكر مشوفه في طوكيو جيمز انا على طوكيو فروع الرياض كلها وفرع الخبر ايضا وفرع جده ظاهر فيها فمتجر على طوكيو روحوا له تذاكر 75 ريال يوم واحد او تقدر تشتري تذكره في اي بي 150 تحضر كل الايام. حلو الايام اللي هي محمد اللي هي خميس وجمعه والسبت هذا حلو ممتاز خلينا نشوفكم. السلام عليكم.